السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسليم. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة فيديو أنا اتكلمت في المواضيع دي كتير قبل كده، وحذرت الناس اللي هما بيعملوا روتينات الفاضحة، وحذرت البنات اللي بتطلع ترقص على التيك توك وبين جسمها عشان الفلوس. الموضوع النهاردة بيبتدي من زوج اسمه هاني. يا جماعة الزوج ده متجوز واحدة اسمها مريم من الفيوم. اتفاجئوا الأهالي ان هو بيجري ورا مراته بالسكينة في الشارع، وراح غزها في ظهرها وهي بتجري، كانت ماشيه يعني بتجري منه، وراح ضاربها بالسكينه في ظهرها. يا عم هاني عملت كده ليه؟ ولا عملت في مراتك ليه كده؟ مراتك عملت ايه؟ مراته يا جماعه كانت بتصور فيديوهات على موقع السوشيال ميديا سواء اليوتيوب او التيك توك. هو بيقول لك طبعا بعد ما الضباط مسكوه بيقول لك انا كنت بخليها تصور زي تسالي، يعني عشان تتسلى وحاجه تتسلى بيها، بس انا ما كنتش عارف هي بتصور ايه، بس كنت عارف ان هي بتصور بتعمل اكلات. هي كانت بتقول له انا بعمل اكلات وكده وبصور وبنزل الفيديوهات على موقع السوشيال ميديا عشان تبقى زي شغلانه ليها وهي قاعده في البيت. طبعا هو ما كانش بياخد باله ولا كان عارف هي بتعمل ايه على موقع السوشيال ميديا، ولا ايه طبيعه الشغل اللي هي بتشتغله عن طريق التصوير على اليوتيوب او التيك توك. لغاية ما في يوم من الأيام واحد من الجيران عنده في الشارع، الناس كلها في منطقة الفيوم عمالين يتكلموا على مراته، كل ما يشوفوه يقولوا مراتك بتصور فيديوهات، مراتك بتصور فيديوهات، وبيكلموا كده بطريقة أكن هي بتعمل حاجة غلط، بس هو مش عارف هي بتعمل ايه. لغاية ما بلاقى الفلوس بتجري في ايديها كتير ومعاها فلوس وبقى بيجيلها مبالغ كل شهر كتير، راح قالها بقولك ايه، ما توريني الفيديوهات اللي انت بتصوريها دي بقى وبتجيبلك الفلوس الكتيرة دي. راحت قالت له ايه، خد شوف. بيشوف يا جماعه، اتفاجئ بايه؟ اتفاجئ ان الست دي بتصور روتينات فاضحه. فاكرين الروتينات اللي انا بقول لكم اللي هما بيخشوا يعرضوا جسمهم وامكانياتهم قدام الرجاله عشان يلموا دولارات من اليوتيوب او التيك توك، ويقعدوا بقى يلبسوا عبايات ويلبسوا بيجامات ويلبسوا لبس مضيق ولبس مبين جسمهم عشان يطلعوا ترند والناس تتفرج على لحمهم الرخيص. اتفاجئ ان هي بتعمل روتينات فاضحة، وعلى التيك توك برضو بتفتح لايفات من بعد الساعة 12 ببيجامات والمفروض بتقعد بيها في اوضة النوم، بتفتح وبتفتح لايف بالبيجامات وجسمها باين، وكانت بتعمل على التيك توك برضو فيديوهات فاضحة. هو اول ما شاف كده، انت ازاي تعملي كده؟ انت ما قلتيش ان انت بتصور الفيديوهات دي، انت ما قلتليش، انت قلت له بصور فيديوهات عاديه، انا كنت سايبها لك زي تسالي، بس لو اعرف ان انت هتعملي كده ما كنتش هسيبك. اي راجل حر يا جماعه، المفروض اي راجل حر يعمل كده. راح قالت له بقول لك ايه، انا مش عايزاك، طلقني، انا دلوقتي بيجي لي فلوس كتير قوي من مواقع السوشيال ميديا ومش عايزاك. راح ايه طبعا اول ما سمع كده اتصدم، راح لابوها وامها، يرضيكوا بنتك عملت واحد اتنين تلاتة، مريم عملت كذا كذا كذا. راح ابوها وامها ولا كنهم سامعين وقالوا له يا ابني روح طلقها، هي بنتنا عاجبك كده، عاجبك مش عاجبك ايه، روح طلقها. اتاري امها وابوها بياخدوا فلوس من الفلوس اللي بتيجي من التيك توك واليوتيوب على حساب لحم بنتهم الرخيص يا جماعة. راح طبعا اول ما سمع كده راح طلع عن شعوره وراح جري وراها في الشارع بالسكينة وراح مموتها. طبعا انا طلعت وكلمتكم كذا مرة على موضوع الروتينات الفاضحة دي يا جماعة، والله الفلوس ما بتنفع، واخرة ان انت تطلعي وتتعري وترقصي على التيك توك وتبيني لحمك الرخيص على التيك توك او على اليوتيوب، في الاخر لا فضيحة لا هتموتي موتة وحشة، لان لما تطلعي تبيني جسمك قدام الناس كده علني انت بتبيعي نفسك الكتروني زي ما قلتلكوا، دي بتبيع نفسها، بس بتبيع نفسها تفتح الكاميرا وتصور نفسها. طبعا انا طلعت وانتقدت 100 مره البنات اللي بتطلع تعمل والستات اللي بتعمل روتين فاضح، احترموا نفسيكوا، الدنيا كلها بتتكلم على موضوع الروتينات الفاضحه دي، ارحمونا. مش عشان حبه فلوس وحبه مشتركين وقناه تعلى تبيعي كل حاجه وتبيعي جسمك وتبيعي لحمك، واهم حاجه ان انت مغطيه وشك، شوية تلبس لنا النقاب، شوية تلبس لنا كمامة، احترموا نفسيكوا شوية، فضحتونا في كل حتة. انتوا اصلا حريم رخيصة، اي واحدة بتعمل روتين تبقى مرة رخيصة، مرة رخيصة ملهاش سعر، واي واحدة تطلع تعمل روتين ان شاء الله باذن الله هتتفضح، وعلى ايديا وعلى ايد غيري وعلى ايد ناس محترمة كتير قوي هتتكلم عليكم.
واي واحده بتطلع تتعرى برضو على التيك توك وتعمل لايفات من بعد الساعه 12 والساعه 1 عشان يخشوا يتكلموا معاها في كلام مش كويس على موقع على التيك توك في اللايف، ويبعتوا لها هدايا تحترم نفسها، لان اخرها الفضيحه. الفضيحه من علني قدام الناس كلها، تتفضحي علني قدام الناس كلها. احترموا نفسكم شويه عشان الواحد زهق من اشكالكم. ربنا يتوب علينا منكم، وهفضل اقول لكم الكلمه دي. واي واحده بتعمل روتين فاضح زي ما قلت لكم، اخرتها عيالها هيقولوا لها انت فضحتينا، وهيتبروا منها، واخرتها لا فضيحه لا موت يا جماعه، لا فضيحه على موقع السوشيال ميديا وكل الناس تشوفها، لا موت. هو ده اخرة الشمال يا جماعة، والحاجات الفاضحة اللي بتتعمل علني كده، واي محتوى مش كويس احنا برضو هنفضل وراه لغاية ما يحترموا نفسيهم والظاهرة دي تختفي خالص. انا مستنية رأي متابعين المحترمين على موقع السوشيال ميديا على اليوتيوب، يعني انا مستنية رأيكم في التعليقات على الفيديو ده. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.